للحاله اللي كان عليها جدل كبير يا كابتن ناصر. يلا قبل ما نروح للحاله يا كابتن نشوف الحاله الاول يا كابتن وهنحكي بالقانون. يا كابتن اسامه نحكي بالقانون. يلا نشوف الحاله وطبعا نرجع تاني. يعني انا حابب ان انا اعيد الكره. ستوب. كابتن هنا كابتن اسامه كابتن اسامه كابتن حشيش، انا النهارده القانون بيديني الحق في ان انا احتفل، بس الاحتفال ما يكونش مبالغ فيه. يعني ايه مش مبالغ فيه؟ يعني لاعب ما يطلعش على المدرجات ويقف مع الجمهور ومش عارف ايه والكلام ده، الناس بتحتفل لسه باحتراز الهدف، وده مشروع في قانون القدم. تعال نروح للقانون الماده 8 في ركله البدايه. ايه اللي بيحصل؟ احنا بنتكلم يا كابتن اسامه هنا من خلال القانون كابتن حشيش. هنا لعيبه النادي دخان كلهم في ملعب النادي الاهلي. انا كحكم ما عنديش مشكله. المفروض ان اللعيبه دي كلها ترجع في نصف ملعبها، ولو في تاخير معايا البطاقه، اي لاعب هيأخر السنه في اللعب هشهر البطاقه الصفراء او الحمراء على حسب انا ما اشوف. ولكن اللي حصل النهارده محمد عمل ايه؟ النادي الاهلي يلا خلينا نمشي، ومش شايف اللي في ظهره خالص. ده كل الفرقه ورا يا كابتن، والجهاز الفني كمان ورا، وكل الدنيا ورا. وخلى اللعب. طبعا دي طبعا خطا تحكيمي غريب غريب. يعني النهارده الخطا ده لابد ان الكل يقف عنده يا كابتن اسامه، لابد ان الكل يقف، لجنه حكام ولجنه فنيه وحكام، ان الخطا ده لا يمكن ان يكون في مباراه زي ديت ويكون فيها خطا. تعال نروح للماده 8 عشان نوضح ان كلامنا. طب سؤال معلش يا كابتن ناصر لو سمحت، معلش يا كابتن اسامه عربي. طب لو لعيبه شارع الدخان النهارده بتحتفل بالهدف خارج الملعب كابتن، انا ما عنديش مشكله، ما انا من حق احتفل حتى اطلع بره. انا قلت لك حتى امتى لو بره القانون بيسمح لك انك انت تحتفل بالهدف، واي نادي واي فرقه كابتن اسامه بيطلعوا اللعيبه يحتفلوا. بس الفرحه ما تبقاش مبالغ فيها. قلنا امتى تدي انذار وما تستأنفش. لما اللاعب ان هو يتسلق السياق بتاع الجمهور ويتعطل انت بترجع تديله انذار. لما اللاعب يلعب تيشيرت او اللاعب ياخر نزول، ولكن هنا الناس ما زالت موجوده عندك في نص ملعب. كابتن ده كمان يا كابتن ان في جهاز. ايوه والجهاز كله، يعني اللعيبه والجهاز وكل الدنيا موجوده. دي اللي كنت هقولها. ادى ظهره للعيبه وبص للكوره بس. هات لي بس الماده 8 بعد اذنك معلش عشان نختم بيها. حالات نادره في الكوره. يا ريت تجيب لي الماده 8. احنا النهارده كان عندنا كابتن، احنا عندنا النهارده كان تعديل في مخالفه لمس الكره بالايد، حتى ما عندناش وقت نحكي فيها. عايزين نشوف برضه التعديل، اعرضوا لنا التعديل عشان كابتن ناصر يتكلم عنه، التعديل الجديد في كره القدم عشان برضه اللعيبه. نشوف الاول الماده 8 يا كابتن، هي خاصه بالهدف اللي تم احتسابه. وده الحكام مصر كلها يا جماعه النهارده خلي بالكم. بس هنقف كابتن هنا الماده 8 اللي هي بنقول عليها ابتداء واستئناف اللعبه كابتن اسامه كابتن حشيش. بنقول ايه؟ تعالى هنا نقول في ركلة البداية كافة اللاعبين يجب أن يتواجدوا في النصف الخاص بإيه؟ بفريقهم أو ملعبهم. يبقى كل اللعيبة قبل ركلة البداية تبقى موجودة في نصف ملعب الخاص بيهم. تمام؟ طب إيه تاني؟ تاني بنقول لك يجب أن يبتعد لاعبي ما عدا اللاعب اللي بينفذ الركلة. مين اللي بينفذ الركلة؟ أنا مثلا بنفذ الركلة كابتن، أنا ممكن أقف في ملعبي أو أقف في ملعب الخصوم. الوحيد بس اللي له الحق ممكن يقف هنا وهنا وهو بيعمل ركله البدايه. طب ايه تاني؟ جميع اللاعبين اللي هم المنافسين على بعد 9 15 9 متر 15 او 10 يارد من الكره، ثم بعد كده الكره تكون ثابته، ثم تركل وتلعب بوضوح بعد اشاره من حكم بار. دي اجراءات اسمها اجراءات تنفيذ ركله البدايه يا كابتن اسامه. الموضوع مش كده، لا، لابد انك انت كحكم تبقى عارف الاجراءات في التنفيذ. اجراءات تنفيذ ركله الجزاء، اجراءات تنفيذ ركله البدايه، اجراءات تنفيذ ركله المرمى، دي كلها حاجات بدائيه في قانون كره القدم. طبعا انا بقول القانون اهو ابتداء واستئناف اللعب ماده 8 شرحت ان الواجب كان اللاعبين يبقوا موجودين في نص ملعبهم، وطبعا ده خطا. بقول يا محمد انت النهارده يعني هارد لاك وان شاء الله بس في حاجه يا كابتن ناصر. اتفضل. خطا زي ده وبالشكل ده في مباراه مذاعه للهواء، ده جرس انذار للجنه الحكام، وايضا يعني الفرع لمنطقه القاهره برضو لجنه الحكام في منطقه القاهره ولجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم، علشان النهارده احنا لسه بنبتدي عفوا لسه بنبتدي بدايه موسم بخطا زي ده واضح. لا لازم يبقى النهارده في تعليم اكتر واهتمام اكتر بالحكام. ممتاز يا كابتن. وبعدين هقول لك على حاجه، هو الحكم كان خلاص مقتنع ان هو يحسب الهدف. لا وكابتن في حاجه، طب لو الكره دي اتحسبت والماتش انتهى كده ده خطا، خطا في تطبيق قانون المباراه. هو هنا المساعد الحقيقه، طبعا انا بحيي المساعد لان هو اللي دخل الملعب كابتن حشيش وقال له ان هنا في خطا، وهو لولا المساعد كان يعني لو المساعد لو مش فاهم
كان بقت كارثه النهارده كابتن اسامه. طب لو الماتش انتهى كده يا كابتن؟ كابتن ما احنا اقول لك اهوت هنا لجنه المسابقات هنا بتاخد القرار القانون. خطا في القانون، خطا في القانون ان النهارده انت بتستأنف، والاستئناف بتاعك في الاجراءات كان استئناف خاطئ. انت عارف يا كابتن هي المشكله الوحيده اللي انا في رايي يعني وهي دي قمه بقى الصعوبه اللي فيها ان في احيانا حاجه الحكم ما بيشوفهاش فما بياخدش باله. ايوه انما دي يعني حاجه باينه قدامه لان هو راح على الكوره مع الناس اللي بتسنتر وشايف الملعب الثاني فاضي تماما. اقف على اللعبه بص يعني زي ما كابتن حشيش ولا كابتن ناصر شايف ولا واحد. بص الحكم هو راح يعني هو كمان. يعني مش شايف كل اللي في ظهره. لا ارجع لنا بس من البدايه، من البدايه لو سمحت. نرجع من البدايه مع كابتن اسامه، نرجع لنا من البدايه، نرجع من البدايه مع البدايه خالص لو سمحت. ارجع من البدايه للناس كلها. لاعب الاهلي بيحط الكوره عشان يبتدي السنتره ثاني من الاول. بص الحكم بيبص فين؟ تمام. لازم الحكم يشوف في ظهره مين اللي موجود عشان اللعيبه يرجعها. كابتن اسامه طبعا كلامك، احنا قلنا قناه الاهلي النهارده جرس انذار. لا جرس انذار بجد، لان دي حاله من الحالات. لا مش هنقف يعني، هنقف عندها كتير جدا جدا، لان دي مباراه مذاعه النادي الاهلي مذاعها. ممكن المباراه دي تكونش مذاعه، تكون في ملعب تاني ويحصل الكلام دوت. فاحنا النهارده بنقول ايه هنا؟ قناه النادي الاهلي بتقول ايه للكل؟ احنا معاكم ودعمكم وبنطور من اداء الحكام وبندي القانون، بندي تعديلات القانون. عاوزين ايه تاني يعني؟ في ايه تاني نقدر نقدمه من خلال قناه او شاشه النادي الاهلي؟ بنقول النهارده احنا مش بننقد التحكيم، ولكن احنا بنساعد الحكام ولجنه الحكام في تطوير اداء التحكيم. كابتن اسامه وانا هاخد من